إن وطني جميلا كان وجميلا يبقى ويستمر جميلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم في مكتبة الكويت الوطنية، حيث الإرث والثقافة والواجهة الأولى لبلدنا العريق. نص الدستور الكويتي أن الدولة ترعى الثقافة والفنون والآداب، والأهمية الثقافة في بناء الفرد والمجتمع المنتمي لهويته، مفتخراً بماضيه طموحاً لبناء المستقبل. من هذا المنطلق وتماشياً مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وأعاده إلى أرض الوطن سالماً معافى، كانت كويتاً جديدة، وكانت مكتبة الكويت الوطنية. فلتتفضل الشيخ رشا نايف جابر الأحمد الصباح مدير عام مكتبة الكويت الوطنية بإلقاء كلمتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ويا مرحبا ضيوفنا الكرام في مكتبكم مكتبة الكويت الوطنية، أسعدتمونا بحضوركم. نستهل فعالية كتاب الشهر في موسمه الجديد بكتاب مميز شكلاً ومضموناً يحمل عنوان الكويت في 400 عام للشيخ انتصار سالم العلي الصباح. أبدأ بكلمات خالدة لأمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله: إن الكويت هي وطننا الخالد، جاعلين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها قولاً وعملاً، فإنه لا وجود لنا ولا عزة لنا إلا بوجودها عزيزة قوية، إذ هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر، فلنحرص كل الحرص على وضع مصلحتها فوق أي مصلحة كانت. إنها الكويت، بلدي الكويت الذي ليس كمثله بلد، فالكويت غير، أقولها بكل فخر وبكل ثقة. هذه العبارة تتردد ليس من أبناء الكويت فحسب، بل أيضاً من قبل زوارها والمقيمين على أرضها. تصفح كتاب الكويت في 400 عام يجعلك تستوعب لماذا حقاً الكويت غير. هذه الأرض مباركة من رب العالمين ولله الحمد، جُوِل أهلها على العطاء، العطاء دون منة، حتى في أيام الفقر كانوا كرماء، وهذا العطاء لم ينضب بل زاد واستمر حتى شهد له العالم أجمع. الكويت غير، فعلاقة الحاكم بالمحكوم علاقة الأب بأبنائه، وهذه العلاقة الخاصة نتج عنها مساحة من الحرية أثمرت إبداعاً يشهد له في شتى المجالات وعلى مر الأزمنة. يجب أن نستشعر دوماً نعمة الله العظيمة علينا، ألا وهي الكويت، ونحمده عليها في كل حين. هذا البلد الصغير بحجمه، الكبير بأفعاله، فبالشكر تدوم النعم. حياكم الله في أمسية الليلة، أمسية كويتية بامتياز. الشكر الجزيل للشيخ انتصار سالم العلي الصباح على تفضلها بالحضور لتسليط الضوء على هذا الإصدار الجميل. والشكر موصول للأفاضل الأستاذة رقية حسين والدكتور حمد القحطاني. إن شاء الله تستمتعون الليلة معنا.
أختم بكلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه وعاده إلى الأرض الوطن سالما معافى. تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا، ولنحمد الله على ما أسبغ علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاه والعيش الكريم. حفظ الله الكويت من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها الخز الموشى بالذهب، وعروس البحر بل تاج العرب، قد بناها القوم من أجدادنا، فارتقت بالمجد هامات السحب. إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب. يا بلادي دمت للكون ضيا، وملأت الأرض شعرا وأدب، وتساميت فلامست البها، وتخطيت فعانقت الشهب. إنك اليوم كمرج أخضر قد كساها الله حسنا وعجب. إننا الأسمى إذا الغير سما، جل من أعطى وأجزل ووهب. إننا في الحرب سيفا وقنا، وكذا في السلم لب ولبب. دمت للحق عرينا شامخا، يا بلادا خلقت كي تنتجب. لقد حرصت مكتبة الكويت الوطنية على إقامة فعالية كتاب الشهر، التي تقوم على اختيار كتاب مميز ويتم مناقشته بحضور عام من المهتمين بالثقافة والقراءة والاطلاع والتعلم. وأولى فعاليات كتاب الشهر في موسمه الجديد الكويت في 400 عام. للمؤلف الشيخ انتصار سالم العلي الصباح. والآن لنبدأ أولى الفعاليات، فلتتفضل الشيخ انتصار سالم العلي الصباح مؤلف الكتاب والمؤلف المشارك الأستاذة رقية حسين، وأستاذ التاريخ في كلية الآداب جامعة الكويت الدكتور حمد القحطاني. بسم الله نبدأ، حياكم الله. أول ما دريت أن الكتاب أصدر صراحة كنا أنت ما شاء الله يعني الانستغرام فعال وبريق، وبالبداية على كل حال كنت بقدم الشيخ انتصار سالم العلي، ما شاء الله شخصية فعالة كان كتبيها بالدراسة مع التلاميذ والطلبة والشباب، برنامج بريق، ولا تبيها من الجانب الإنساني، ولا تبيها من الجانب الإيجابية، ما شاء الله لا إله إلا الله، مليان خشب المسرح. وغيرتي مثل ما ولقاءاتك ما شاء الله عديدة، وغيرتي نفسيات ناس واجد الحمد لله. بس العمل هذا صراحة ما بشوككم عليه، وبنفس الوقت ما ودي أقول يعني كم هائل من المعلومات وموثق وصور وتعريفات، شيء عجيب. شلون بلشنا؟ أول شيء خلنا نكمل على تعليقك، بعد إذنك رد على تعليقك. قاعد أقول حق أستاذة رقية، قلت لها كل اللي سويته بسايد والكتاب أثر على الكويت أنا أذهلني. يعني إحنا ندري إنه هو كتاب مميز، بس يمكن ليش نصرنا 5 سنين نشتغل عليه؟ يعني الفكرة كانت أدري يوم فطلعت الفكرة ببالي، فكرة مميزة كانت، ولكن تدري لما تشتغل على شيء بعد فترة ما تحس، يعني يصير عادي بالنسبة حقنا. فإحنا من كثر ما راجعنا وقرينا وراجعنا وقرينا والمعلومات، فصار الكتاب يعني يونس. بس لما صراحة انطبع وخلص بعيون الناس، عرفنا إحنا الاثنين قيمة اللي سوينا فعلاً. صح ولا لا دكتور؟ بعيون الناس صح؟ يعني إحنا مراجعين ومشتغلين عليه، ولكن بعيون اللي تلقوا الكتاب من سمو الأمير الله يحفظه، لما سمو ولي العهد، لما سمو رئيس مجلس الوزراء، لما رئيس مجلس الأمة،
الكل بلا استثناء عيونهم لما يشوفون الكتاب أقول أوه والله سوينا شيء كبير. مليان مليان. ما فكرت فيها لما شفتها بعيونهم. فعلا. يعني أنا كان عندي الهدف إني أسوي شيء نفتخر فيه بالكويت. هذا الهدف من أول دقيقة طلعت بالفكرة إن شلون أخلي أمانة دائما أقولها بناتي يفتخرون بالكويت. بناتي. الله يحفظهم إن شاء الله. يا ربي آمين. حبيبتي أنت. بس لما أشوف كبار وصغار مهما يكون مركزهم مستانسين يشوفون الكتاب ويفتخرون بالكويت أدري إني سويت شيء أكبر من اللي كنت أنا أعتقدني راح أسوي. تاريخ أصلاً. لله الحمد. والله لله والله الحمد. يعني شيء عجيب صراحة التاريخ دائم. أنا طلعت من أسرة أمي تخصصها تاريخ والوالد تخصصها تاريخ، فلما كنت أسولف مع عشاوي أقول الكويت ترى صار لها 400 سنة. يقول مصدقك؟ يعني الناس مو ثابت. أوكي الكويت ديرة بس تاريخنا عميق، يعني من إكاروس إلى القرين إلى الكوت إلى وصول العتوب والشيخ صباح الأول، وبدل يعني كان في ديمقراطية من البداية. إذا تشوف آخر خبر حطينا ب 2016 بدينا ببصمة وأنهينا في بصمة اكتشفت في منطقة الصبية عمرها 7300 سنة. فما راح نقول يعني حتى الأهرامات إنها أقدم بصمة وجدت في الشرق الأدنى مو الأوسط الأدنى، فشيء كبير. فلما نقول الكويت عمرها 1000 و2000 و3000 سنة من الأزل الكويت. إيه ولكن يعني إحنا لخصناها في 400 سنة علشان هذه الوثائق اللي عندنا 400 سنة، فحطينا 400 سنة من وقت اللي طلعنا العتوب عشان قبلها صحراء قاحلة. خلنا أقول كان فيها عوائل قليلة ولكن ما كانت مأهولة بشكل كبير. فعلا. فيعني اللي يميز الكويت عن دول كثيرة إنه ما صار فيها غزو ولا صار فيها احتلال. وأنا يعني لما بديت أقرأ الكتاب بديت أربط وايد أشياء عندنا بالكويت علشان ما في غزو ولا في احتلال. فالحاكم يفكر بطريقة الأب ال- 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 القاضي المحكم الشيخ القبيلة حكمة. إيه شيخ وليس كمنتصر. فإذا تشوف إلى الآن إحنا بالكويت إحنا غير. ليش؟ نقدر نقول النبي الحمد لله. الحاكم أبونا، الحاكم مو رئيس دولة نهابة. على مر حكام الكويت وإذا تشوفها بتاريخهم كلهم الحاكم دائما قريب يا من الشعب. وهذا يي علشان بداية الكويت ما كانت غزو واحتلال. نهابة حب ما نهابة خوف. فيعني هذه واحد من الأشياء اللي اكتشفتها. وايد أشياء اكتشفتها وأنا أقرأ عن الكويت، ولكن هذه واحدة من الاستنباطات اللي طلعت عندي. ما راح أقول اكتشافات، أقول استنباطات. الحين شو اسمه؟ والله ما أدري نسألهم. بناتي بنتي شلونش الحين؟ عسى تحبين الكويت أكثر؟ أنا ما كنت أحبها أول. لا وايد أكثر صراحة. لما تشوف ديرتنا مو بس من منظور لما نشوف منو الرؤساء اللي جو الكويت، الكويت الكبرها لما تيجي تشوفها مكانها استراتيجي زين، بس دولة صغيرة جدا وأفعالها كبيرة. ما يبقى قائد ما يعني الكويت تشوفها. ألكسندر يعني المقدوني مثلا مر على هالأرض، الفرزدق تكلم عنها. لا حتى في العصر الحديث. حتى في العصر الحديث يعني كل القادة مروا على الكويت، كل الناس مرت على الكويت. يعني كانت ملجأ حتى حق الناس اللي يتركون بلادهم يجوا الكويت. إذا كان يعني حتى يكون لاجئ سياسي عندنا بالكويت فهذا شيء كبير يكون عندنا. ولكن ما نقبل كل لاجئ سياسي، نقبل فقط اللاجئ السياسي اللي ما قتل في ديرته. إذا بقولها لاجئ سياسي من باب إنساني، باب إنسانية، من باب حقوق، من باب حريات، من باب. فيعني إذا تشوف أنا يعني كل ما قعدت أقرأ عن الكويت قعدت أقول شنو الديرة هذه؟ محروسة، حارسة ربي. وإنسانيتنا تيجي علشان دائما القائد يكون إنساني. وبعدين يعني الكل يقول الكويت بلد معطاء الحمد لله. فهذا كله يجي علشان أول شيء عندك حرية رأي، حرية تعبير، حرية تواصل ما بين الشعب.
تواصل ما بين الشعب والحاكم، يعني نقدر نكلم الحكومة أيا كان يعرف أحد في الحكومة وشخص مؤثر، فإنك توصل حق يعني حتى الأمير سهل توصل له مو صعب. المختلف ان الامير هو اللي يوصل حق الشعب، يعني عندنا رحمه الله عليه الشيخ صباح السالم لما يقول انا وربعي كل ابونا جماعه، يعني هذه الكلمه تكفي عن الاف الخطابات اللي شفنا رؤساء الدول مثلا ولا قصور في جميع الدول، لكن في هذا يعطي ميزه حق الكويت. قلت لك عشان ما يا غازي الحمد لله، هذا انا برايي الشخصي هذا اللي شكل الحكم بالكويت، ما هو غازي. فتفكير الحاكم مو غازي، مو انا شلون تقول انا قائد لازم يتبعوني، ما القائد الجيش اللي بيغزي دائما يكون في تفكير إن لازم الناس يتبعوني، يعني هذا رايي متواضع. اي فعلا. شيخ انت تفضل تفضل. هذا اللي تفضلتي فيه يا حبيبتي شيخه، انا احب ارجع الى الصفحه 29 من الكتاب في عهد الحاكم الرابع الأمير صباح بن جابر بن عبد الله بن صباح، في وثيقة في سنة 1863 كتبها لويس بيلي، وأصل الوثيقة باللغة الإنجليزية، يعني إحنا مترجمينها وحطينا هذه المعلومة. هل اللي تفضلت فيه شيخ انتصار لا جذور عميقة تعود إلى بدايات نشأة الدولة. شنو يقول الحاكم الرابع في سنة 1863؟ من النصوص النادرة التي سجلها لويس بيلي نقلاً عن الأمير صباح بن جابر عن أبيه الأمير جابر بن عبد الله بن صباح، حيث يروي قائلاً، الأب يروي لابنه، حينما الابن الآن هو الذي يروي كلام والده، حينما بلغ والدي 120 عاماً من عمره دعاني وقال لي سوف أموت قريباً وأنا لم أجمع ثروة، ولهذا لن أترك لك مالاً، ولكني كونت العديد من الأصدقاء المخلصين. أنا ما أدري إذا أقدر أكمل، إن شاء الله أقدر أكمل، لأن هذه المعلومة تأسرني، تخلي يعني تبين شنو علاقة الحاكم بالمحكوم. وأنا لم أجمع ثروة ولهذا لن أترك لك مالا، ولكنني كونت العديد من الأصدقاء المخلصين، فاحرص عليهم واعلم أنه في الوقت الذي سقطت خلاله دول أخرى بالجوار بسبب فقدان العدالة وسوء الحكم، فإن حكمي قد استمر وبلادي اتسعت، فتمسك بسياستي واعلم أنه وإن كنت محاطا بصحراء قاحلة وتواجه ضغوطا من بعض القبائل الرحل المعادية، فإنك ستواصل الازدهار. أصل هذا الكلام اللي قلته لحضراتكم أصله باللغة الإنجليزية مكتوب في هذا المرجع. فهذه علاقة الحاكم بشعبه، تأكيداً للي حضرتك تفضلتي فيه، هذه كانت العلاقة، هكذا نشأت العلاقة. شكراً. مشكورة. دكتور حمد، احنا شفنا الكتاب ما شاء الله يزخر بالصور والوثائق، كونك أستاذ دكتور التاريخ في كلية الآداب جامعة الكويت، شنو القيمة اللي أضاف لها كثقل وجود هالوثائق؟ وإحنا ندري إن في كتب تقوم على صورة أو مخطوطة أو خريطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعاً بادئ بدء نهني في حقيقة الشعب الكويتي والمقيمين بعودة إن شاء الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد غداً إلى أرض الكويت، وكذلك أشكر حقيقة المكتبة الوطنية على هذا التظيم، والشيخة رئيسة نهنئها في حقيقة على المنصب الجديد يعني في إدارة هذه المكتبة بإذن الله. عندما تكلم عن الكتاب، الكتاب طبعا الشيخ انتصار حقيقة ما قصرت وتكلمت عنه وبذلت جهد مهم جدا،
لأن كما هو معروف أن التاريخ هو الحياة، ومن ليس له تاريخ ليس له حياة. إذن هنا هذه الحياة. السؤال هنا يعني التاريخ هو الحياة، لأن هذا التاريخ هو أحيا من هما في القبور، ولكن من ليس له تاريخ فلن يحييه أحد. فالشيخ انتصار طال الله عمرها يعني أحيت من هم في القبور. الكتاب حقيقة النقطة المهمة في الكتاب أن هذا الكتاب لجميع المستويات، وهذه من النقاط المهمة، أن هناك يعني هناك المثقفين، هناك المفكرين، هناك الباحثين، هناك القراء. الكتاب هذا لما تودي للروضة، للروضة بس، للروضة بس، أطفال الروضة يستانسون على الصور بس، يستانسون على الصور حتى لو ما يعرفون يقرون. يعني الشخص اللي ما يعرف يقرأ ممكن من الصورة، لأن الصورة هي حركة، والصورة هي تعطي إبداع في الحقيقة. اسمح لي طبعاً مقدم طبعاً البرنامج اليوم، اسمح الشيخ أني بعطي يعني مختصر سريع جداً، وأتمنى أن يكون سريع، وأتمنى أن يكون سريع. طبعاً الكتاب هذا في الحقيقة في بدايته أعطى وثائق مهمة جداً. بيلي هذا مهم جداً، لأن بيلي هو المقيم السياسي البريطاني في الكويت وفي بوشهر، وبيلي زار الكويت مرتين 1863 وكتب تقرير المعروف مشهور، وثاني مرة 1865. الكتاب في الحقيقة أعطى في البداية كل الوثائق التي أكدت بأن الكويت تأسست 1613. طبعا الموضوع هذه التأسيس ونشأة هذا موضوع احنا طبعا ندرسه في الصالات في الجامعات، في له تحليل كثير، ولكن هناك شخصية مرت الكويت حقيقية، لأن هناك بعض التقارير تكتب والشخص قد يسمع من شخص آخر، ولكن مرتضى بن علوان هذه شخصية سورية. الشخصية هذا زارت الكويت زيارة حقيقية، يعني ما في جدال إنه، وهذا والتقرير هذا مهم جدا، لأن زار الكويت 1709، أي في بداية نشأة الكويت. وأعطى وصفا جميلا عن الكويت، وقال بأن الكويت بلد لا بأس بها وتشبه الإحساء. إذن هنا أعطانا وصف أن البلد موجودة. وكما هو معروف أن التسلسل السريع لهذا الكتاب أنه أعطانا على أساس فترة الحكم، فهو يتكلم من أول حاكم هو صباح بن جابر العتبي، صباح بن جابر العتبي الذي اختير عام 1756. بعضكم قد يتساءل صباح بن جابر العتبي، زين صباح بن جابر شنو ورا؟ لو أسأل فيكم واحد الآن وكل واحد يفكر في السؤال هذا، عد لجدك اسمك الكامل توصل إلى 7-8 وتوقف، صح ولا لا؟ هذه حقيقة. زين يعني ما الجد 7-8 ما في جد؟ في جد، ولكن مع الزمن قد يكون هناك نسيان أو لا يكون هناك أحداث مهمة لهذه الشخصية. فصباح بن جابر العتبي، وعلى فكرة العتبي طبعا هم العتوب، والعتبي هذا كان هو الاسم المشهور ومذكور في الوثائق، مذكور في الوثائق ابن بشر في السعودية في القرن 18، وكان يطلقون عبد الله ابن صباح العتبي. هذه من النقاط. ثم طغى بعد ذلك الجد صباح، لأن كلما كان هناك بعد الجد وصار جد أقرب منه، فحنا ناخذ اللي أقرب ونترك اللي أبعد. فصباح بن جابر عندما أسس إمارة الكويت، عندما أسس إمارة الكويت، ولهذا هناك فرق بين التأسيس والاختيار، فقد يكون صباح بن جابر العتبي موجود قبل اختياره عام 1756،
قد يكون يعني موجود ولكن لم يذكر إلا سنة 1756. ولهذا هناك سؤال مثلاً، وأنا دائما أتكلم عن الناحية الفكرية، سؤال: متى ذكرت الكويت في الجامعة العربية والأمم المتحدة؟ بعد الاستقلال، قبل الاستقلال لم تقل لنا كان. إذن هني واحد يتساءل ليش، يعني تخيل بعد 200 سنة يجي واحد يبحث يقول ليش ما ذكرها قبل 60 وبعد 60 وهكذا. فصباح بن جابر العتبي استطاع في الحقيقة أن يكون الدولة ونطورها ونسوي لها علاقة مع في الحقيقة الدولة العثمانية. ثم جاء بعده ابن عبد الله بن صباح، وفترته كانت تقريبا حوالي 50 سنة. وعبد الله بن صباح أنا بتكلم عن أهم الأحداث بشكل سريع جدا عشان ما أطول عليكم، ولا تبون أطول عليكم كيفكم؟ الكلام له قيمة طال عمرك. ولا ما تبون أطول؟ الكلام له قيمة خذ راحتك. إيه لا 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 فيكم ركز زين. فعبد الله بن صباح له أحداث في الحقيقة، يعني عبد الله بن صباح أول هو الحاكم الذي يقيم أول علاقة مع الحكومة البريطانية 1775 عندما انتقد، وهذا ما ذكرت الشيخة انتصار قبل شوي، بأن الكويت مهمة جدا من الناحية الأمنية، ولوجود ناحية أمنية وحاكم عادل عبد الله بن صباح البريطاني الإنجليز جون هنية 1700. هذه حقائق ما فيها مناقشة. انتقلت الوكالة شنهي اللي تبيع عيش ودهن والسكر ومدري وين وملافع يبيعون أغراض، فانحاشوا من البصرة بسبب الصراع طبعا الفارسي العثماني. وجو وين؟ وجو ثاني مرة بعد لما بعدين هم ردوا. عفوا دكتور، اختيار الكويت كأرض محايدة المقصد كان محايدة واستقرار وأمن. أي أي. ودليل على استقرار الكويت من الدولة العثمانية، وهذا دائما جدال مع فعلا. كثير من الناس للأسف الشديد أي. فهني ثم انتقلت بعد ذلك مرة ثانية بعد 1793. فالشيخ عبد الله كان له أحداث في حقيقة وعلاقته مع بني خالد ومساعد، موضوع طويل جدا وفي صور كثيرة عن فترة الشيخ عبد الله. ننتقل بعد ذلك إلى الشيخ طبعا جابر بن عبد الله. الشيخ جابر الثالث يعني من أهم الأحداث، من أهم، أنا كان أعطيكم أحداث بس، من أهم في عهد جابر. جابر هو الحاكم الذي لأول مرة تقام علاقة بين الكويت ومصر في عهد محمد علي باشا. عندما وصل محمد علي باشا 1800، دائما التاريخ بدون تاريخ ليس تاريخ. أنا ما أجد واحد يقول لا 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 زين عطني التاريخ يا عم. فالتاريخ، ولهذا هذا التاريخ، لأن التاريخ بدون تاريخ، يعني لو كتب هذا الكتاب سردا كتابة مثل كثير من الكتب ما في ولا تاريخ. لا أنا صرت مصري وأنا ما أدري. فهني فمحمد علي باشا سوى علاقة مع الشيخ جابر، بل أن محمد أفندي أرسل خورشيد باشا، هذا قائد الحملة على نجد 1800، وقال للشيخ جابر حنا صراحة بنسوي علاقة معاك ونبيك. وفعلا الشيخ جابر ابن عبد الله أرسل لسفنتين ومعاه سكر وعيش، ما قصر مع طبعا القوات المصرية اللي موجودة في إقليم الإحساء. ثم بعد ذلك طبعا هو طبعا صباح، وكان فترته في الحقيقة من الفترات المهمة، وكان له علاقة في الحقيقة مع القوى المجاورة ومع الدولة العثمانية. بعد ذلك بعد صباح من اللي جاء؟ ثلاث حكام وراء بعض تسلسليا، أنا أساس الواحد يعني أفهمه، وهو عبد الله ومحمد مبارك على طول. ولهذا شوف في نقاط تاريخية نركز عليها، بعد من بعد شوف إلى صباح كان ابن ابن ابن، بعد صباح دخلنا فيه طبعا الأبناء والإخوان يحكمون في الإمارة، في سد الإمارة. في عهد عبد الله بن صباح، عبد الله بن صباح طبعا 1866-1898، يعني حدث مهم جدا، وهو أن عبد الله بن صباح ساند الدولة العثمانية. على فكرة ترى حكام الكويت كان لهم دور في مساندة الحملات العثمانية، من عبد الله ساند حملة المنتفق ثويني بن عبد الله، وثويني بن عبد الله مثل ما قالت الشيخ قبل شوي لجأ إلى الكويت في عهد عبد الله، وجاء بعد مصطفى أغا كان من حاشيه من البصرة اللي مسوين مشاكل معه
والي البصرة وجو عند الشيخ، أنا أتأكد على المعلومات التاريخية، وجو هني وقعدوا فترة لأن هناك أمن واستقرار وحماية وغيره. ولهذا عبد الله بن صباح ساند العثمانيين في الحملة المشهورة، حملة مدحت باشا في عهد السلطان عبد العزيز. وطبعا عبد الله ومحمد ومبارك ساندوا الحملة، لأن هذه الحملة أصلا جاءت لمساندة الإمام أو الأمير عبد الله بن فيصل ضد أخوه سعود، فكان في الحقيقة الشيخ عبد الله بيساند عبد الله. وهذا طبعا من الأحداث المهمة، بل أن الدولة العثمانية أكرمت في الحقيقة بالأوسمة الشيخ طبعا عبد الله ومحمد. ثم بعد ذلك طبعا فترة محمد كانت يعني مهمة جدا، بل أن الله أكبر التاريخ جميل جدا. يعني الشيخ محمد بن صباح هذا حكم 4 سنوات، كان له دور في الحقيقة في التوسط بين طبعاً الأخوان محمد بن خليفة وعلي بن خليفة في البحرين، صار بينهم مشاكل فجاك محمد، وهذا يذكرنا بحضرة صاحب السمو ودوره في الوساطة الآن بين قطر والسعودية. وكأن التاريخ يعيد نفسه ولكن برجال مختلفين وبأزمنة مختلفة. ثم بعد ذلك نصل إلى الشيخ مبارك. الشيخ مبارك أحداثه كثيرة جداً وما أقدر أنا يعني أنا كاتب بحث كامل عنه فما أقدر أنا، ولكن من أهم الأحداث، شوف بس أنا بعطيكم من أهم الأحداث، من أهم الأحداث في الحقيقة هو عقد اتفاقية مع بريطانيا في 23 يناير 1899. مع العلم في البداية ترى على فكرة بريطانيا ما كانت بتسوي علاقة على أساس ما تلعوز مع الدولة العثمانية مع ألمانيا، إلى أن جاء طبعا ميت هو وكيل السياسي البريطاني في الوزارة الخارجية البريطانية، فقال لا نسوي علاقة. ليش؟ على أساس الكويت مهمة جدا وذات موقع استراتيجي، ولهذا وفعلا سووا العلاقة. النقطة المهمة وأرجو أن ننتبه لها، أن الشيخ مبارك يعني وضع علما خاصا، وشفناه حنا العلم قبل شوي، هذا العلم هو علم توكلنا على الله. هذا العلم رفع عند مقام النائب الملك كيرزون، نائب الملك بزيارة الكويت 1903، فرفع علما خاصا للكويت، وهو العلم الثاني اللي قبله السليمي، ثم علم الشيخ مبارك، ثم العلم الأحمر، ثم العلم الموجود اللي رفع في نوفمبر 1961. كذلك ندخل في عملية الواسطة، يعني التوسط السياسي. يعني الكويت في الحقيقة يعني حكام الكويت يمتازون بتوصل، أنا يعني ذكرت لكم طبعا محمد، وكذلك الشيخ مبارك بن صباح توسط لتحسين العلاقة بين والي البصرة وبين ابن سعود، بل أنه عقد مؤتمر في الصبيحية. للأسف في أي سنة؟ بقول لك لا، لأن التاريخ بدون، لا بعطيك السنة إن شاء الله وبعطيك الموقع، لأن التاريخ بدون تاريخ ليس تاريخ. أنا النقطة اللي أنا وقفت عليها إن في كثير من الناس مو عارف إلا المقوع ولا وارا ولا يعني المؤتمر هذا الصباحية عند البرقان وراء الأحمدي، عقد هذا المؤتمر عام 1914، وحضر طبعا ابن سعود، وحضر الشيخ جابر مبارك أبو كان مريض، وكذلك طبعا حضر والي البصرة اللي بعد ما سيطر ابن سعود على طبعا الإحساء 1913. إذن هناك فرح. كذلك 1914 طبعا الشيخ مبارك كان له دور في طبعا في مساله بريطانيا وعلاقته مع بريطانيا وهذا كله، ولكن 1900 رفع العلم اللي نشوفه دائما يعني في الاحتفالات، العلم الاحمر واللي مكتوب عليه الكويت، رفع عام 1914. ننتقل بعد ذلك بشكل سريع جدا، خافني طولت عليكم اكمل زين. فالشيخ جابر طبعا حكم بعد ما توفى ابوه يوم 29 نوفمبر عام 1915، ما طول، هو توفى في فبراير 1916، ولكن من اهم الاحداث هو عقد المؤتمر المهم المشهور. وهذه يعني لان التاريخ لابد ان نبرز ولابد ان ابنائنا يعرفون التاريخ، لان هذه نقاط مهمه جدا في الحياه، وهذا الكتاب في الحقيقه يبين هذه الاحداث كلها، لان انا قاعد اتكلم ما هو اتكلمه هو موجود في الكتاب اللي سوته الشيخ انتصار. فعقد مؤتمر مهم في اثناء الحرب العالميه الاولى، مؤتمر عام عقد في طبعا دسمان، وحضر طبعا
طبعا بريطانيا حضرته، وحضر طبعا ابن سعود، وحضر الشيخ علي بن عيسى، عيسى بن علي حاكم البحرين، وهذا حكم 50 سنة ما شاء الله، وحضر طبعا يعني خزعل وبعض الشيوخ، وكان الهدف هو طبعا التعاون مع الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشيخ سالم بارك. الشيخ سالم بارك طبعا أحداثه مهمة جدا، وخاصة لأن فترة الشيخ سالم بارك فترة الحرب العالمية الأولى وانتهاء، ولهذا تصارع مع قوى خارجية وداخلية، تصارع في الحقيقة مع بريطانيا، لأن بريطانيا يعني أدت إلى وجود حصار بريطانيا على الكويت لمدة سنة، لأن بريطانيا كانت متخوفة أن الكويت تنقل مواد الغذائية السكر والعيش والدهن إلى طبعا الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية الفترة هذه كان لها حرب خاصة، معركة الشعيبة مع البريطانيين والعثمانيين، بالإضافة في الحقيقة إلى معركة الجهرة المشهورة والقبائل وفيصل الدويج وهجوم الجهرة، وموضوع الجهرة حقيقة موضوع جميل جدا، وكذلك النقطة المهمة. طبعا الجهرة دائما جميلة. طبعا لا فكرة ترى الجهرة ذكرها ابن علوان 1709 قال وفرق حج منا واتجه على طريق يقال له الجهرة، يعني الجهرة مذكورة من عام، ما دام ذكرت 1709 معناها مذكورة شنو؟ يعني قبل، وهذا يعني يحتاج إلى تحليل ثاني. هذا خاف باكر نصير احنا ناس برشلونة كاتالونيا نطلب الانعزال. والله ممكن احنا ممكن. التاريخ معانا دير بالكم. فالشيخ سالم المبارك في الحقيقة النقطة المهمة، ودائما احنا نستشف من التاريخ ناحية معلوماتية وناحية وجدانية، هذه نقاط مهمة، لأن التاريخ هو حدث أو تاريخ أو وجدان، لأن النقاط المهمة هو بناء سور الكويت، وهذه من النقاط الوحدوية، من نقاط أن كل هالكويت اشتركوا في الحقيقة وبنوا، وكل مجموعة بنت السور وبني خلاش وبني في شهر، على فكرة في شهر رمضان، فكان نقاط في الحقيقة يعني مهمة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الشيخ أحمد الجابر. أحمد الجابر في الحقيقة رحمه الله يعني حكم، ولكن من أهم أحداثه الحقيقة هو بداية الديمقراطية ومجلس الشورى وانتخابات وتأسيس الدوائر الحكومية، وأول دائرة عندنا هي المحاكم كان عليها الشيخ عبد الله الجابر 1927، وكذلك شركة النفط، وكذلك تصدير النفط في 30 يونيو 1946. ثم بعد ذلك فترة الشيخ عبد الله، يعني أكثر الصور في أحمد الجابر عبد الله السالم في صور كثيرة جدا، عبد الله السالم في الحقيقة أحداثه مهمة جدا، لأنه بدأ بتأسيس طبعا مجلس الإنشاء عام 1900، كل المناطق اللي تشوفونها بعد السور كلها تأسست بعد عام 1952. ثم بعد ذلك الاستقلال ومواجهة خطر العراق، عبد الكريم قاسم وتدخل بريطانيا، موضوع طويل، يعني موضوع صوري جميل جدا في أنا أحولكم على الكتاب، وكذلك انضمام الكويت للجامعة العربية وتأخرها في انضمام إلى هيئة المتحدة، لأن الاتحاد السوفيتي السابق في شهر نوفمبر 61 استخدم الفيتو في عدم انضمام الكويت إلى هيئة الأمم المتحدة، ولهذا التاريخ لازم نعرفه ونعرف الدول هذه وعلاقاتنا مع الدول، شنو سوت لنا الدول قبل، من اللي ساعدنا، من المساعدنا، لا، لأن من ينسى التاريخ فإنه ينسى حياته، وهذه من النقاط في الحقيقة المهمة جدا. ثم بعد ذلك صباح السالم في الحقيقة فترته مهمة جدا، من أهم في الحقيقة طبعا محطة أم العيش في جامعة الكويت، والنقطة المهمة هو في الحقيقة مواجهة الخطر العراقي في معركة الصامتة المشهورة في 3، يعني وكأن العراق دائما يهاجمنا ودائما ومخلينا على فكرة، فدائما في صراعات، حتى لو وأنا أقول دائما، لأن الصراع مع العراق هو صراع فكري، هو صراع شنو؟ فكري حدودي، ودائما الصراع الفكري الحدودي هذا بلوى ما ينتهي، لأن الصراع قوي جدا، الأوروبيين وغيره، يعني مثل القرن الأفريقي عدن وما عدن والصومال، نفس الثلاث دول الكبرى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تصارعوا، فدائما الصراع الفكري، وتشوفون دائما ما يخلون كل شوي الدبلوماسية تحل، يعني قبل سنة مدخلين في خور عبد الله، الدبلوماسية تحل الصراعات الفكرية طبعا، يعني دبلوماسيتنا يعني احنا هذا جار مهما كان، يعني واحنا بدبلوماسيتنا بامكاننا طبعا حلينا الدبلوماسيه ودبلوماسيه صباح احمد، وانا بتكلم عنها في اخر محاضره ان شاء الله. ثم بعد ذلك في الحقيقه النقطه المهمه هو اشتراك في الحقيقه الجيش الكويتي في 67،
يعني أنا مسوي بحث إن شاء الله بنشره عن دور الجيش الكويتي والكويت في حرب 67. نقاء والكويتيين تبرعوا بشيء شيء جميل جدا، فكان في الحقيقة ثم بعد ذلك الشيخ جابر الله يرحمه واهتماماته وتطوره واهتماماته بمحاولة حل كثير من المشاكل مثل الحرب الإيرانية العراقية يعني في عهده وإنشاء كثير من مؤسساته، بل أن الحدث الكبير طبعا في عهده هو الغزو العراقي ودوره في الحقيقة في التحرير. ثم بعد ذلك الأمير الوالد اللي حكم في الحقيقة من 6 يناير إلى 24، والشيخ سعد في الحقيقة له دور وله صور جميلة هنا عندما كان طبعاً ولي العهد ورئيس الوزراء من 78 إلى 2000، فله دور مهم جداً وكان وزير الدفاع وكان وزير الداخلية وكان له دور في حروب 67 و73، فحقيقةً وكان له دور في عملية تحرير. ثم نصل إلى آخر الصور الجميلة في الكتاب هو فترة الشيخ الأمير، وإن شاء الله بكرة إن شاء الله نستقبله به وهو سالم غانم بإذن الله. طبعاً طبعاً من النقاط المهمة في الأحداث هو طبعاً دوره في حقيقة الدبلوماسي مثل ما ذكر الأخ، فكان له دور دبلوماسي، بل أنه لأن هو بالدبلوماسي لأنه هو كان وزير الخارجية من عام 1963 إلى أن أصبح رئيس الوزراء في عام 2003، في 40 سنة كان له دور في الناحية الدبلوماسية، وكان في الأيلول الأسود 70 وكذلك في قضية فلسطين، فموضوع طويل جدا، بل أنه كان له دور بأنه في الحقيقة لقب من هيئة الأمم المتحدة في طبعا سبتمبر 2018 بأبو طبعا الأمن الإنساني، أبو الإنسانية والكويت المركز الإنساني. وكذلك لا ننسى المؤتمرات اللي كانت في عهده، 3 مؤتمرات للشعب السوري والمبالغ السورية، يعني نقاط في الحقيقة وحنا عايشين هذه الفترة. وفي النهاية أشكركم، وأي سؤال حاضر يعطيكم العافية على هذا الكتاب اللي جهزته للجميع سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. لا فضة فوت، لا فضة فوت. كنت أنا أقدر أزيد، ما شاء الله عليك دكتور، أنا أصلاً ما أمل أسمع سردك للتاريخ، قصصي روعة. إذا أقدر أقول شيء، ترى الكتاب مو بس تاريخ، في معلومات عامة، في يعني من المعلومات اللي أنا دائماً أفتح عليها واستأنس عليها، أنا بال 56 أول زبالة وأنتم كرامة وزعوا على المناطق في الكويت، فحتى صورة وأنتم كرامة زبالة موجودة، عندنا الطوابع، عندنا العملات، فلذلك شنو بعد عندنا؟ عندنا أول امرأة ساقت 47، شنو عندنا بعد معلومات الحلوة، تذاكر السينمات، المنتخب والرياضة، الرياضة من أول شهيد في الرياضة توفى وهو يلعب رياضة، لما أغلب رئيس حتى في التعليم رئيس مجلس الأمة كان ليش ما حطيتوا القدسية، ليش ما حطيتوا الكويت، قلت والله حطينا، كان يقول إيه الحمد لله حطينا. لازم بعد لازم. ف اللي يميز الكتاب إنه هو يشمل التاريخ والوقائع المهمة والمعلومات المهمة في التاريخ، ولكن يشمل أيضاً، وهذا اللي ميزه عن باقي الكتب، يشمل معلومات عامة كثيرة تهم الجميع. تاريخ حلو بس الناس بعد هم تبي، أنا بالنسبة حقي يعني بناتي إذا سويت لهم بس تاريخ يمكنها، بس حطيت لهم يعني تذكرة سينما، المنتخبات العالمية، هذا بعد تاريخ يعتبر، هذا تاريخ، هذا تاريخ بس من نوع آخر، من نوع آخر تاريخ ترفيهي، حقائق، تاريخ ترفيهي. فهذه الأشياء اللي خلنا نقول ما تلاقيها في كتب، هذه اللي اضطريت مثلا أروح سراديب أدورها، مقتنيات ناس، مثلا تذاكر من السبعينات بالسينمات، هذه مو من كتاب، مو موجودة بكتاب، هذا رحت حق ناس عندهم التذاكر وخذي وصورتهم، والطوابع بعضها، الطوابع لا ملك أمانة، في كتاب مال طوابع عن الكويت رائع، بس هو بس فما يحتاج أن نسلط الضوء عن طوابع، لا الطوابع هو الكتاب، ما في كتاب عملات مال الإبراهيم، وفي كتاب طوابع من الكتب المهمة جدا بالكويت، ولكن هي بس طوابع، فمختص فقط في الطوابع. فإحنا يعني حطينا نبذة من كل شيء. خلنا ناخذ عشوائي، شوف الصوره اللي بطلتها تلقائي والله. الشيخ عبد الله السالم رحمه الله عليه، بس على عتب دكتور، لما طريت عبد الله السالم ما طريت 19 يونيو الاستقلال ولا 11 نوفمبر الدستور.
لا ما كنت معاك، ما كنت معاك. إيه إيه. لا هذا من أجمل المعلومات صراحة، يعني الدكتور عبد الله الشيخ عبد الله السالم رحمة الله عليه أبو الدستور. وبس أنا انتبهت بالكتاب إن فيه الفقرات مقسم على الشيوخ، وبعد فيه بعض تفاصيل تم إيه وبدأ بصمة وانتهى بصمة، ففي تفاصيل حلوة. شوف هذه التفاصيل هي اللي تميز الكتاب. ليش تخلي الناس لما تمسك، يعني ما أقدر أقول لك صير فخور بالكويت وأنا حطت لك كتاب طابعت لك إياه على ورق كحيان إخراجك أحيان، ما في فخر بشيء كحيان صح؟ عمركم قضبت شيء كحيان افتخرتوا فيه؟ أنتيك مثلاً؟ لا هذا أنتيك، أنتيك تلاقيه بوقته كان وايد زين. لا لا بوقته؟ أنتيك بوقته كان وايد أي له قيمة. يعني ما في يعني السيارة الأنتيك تيك الرزريز المرسيدس، ما تيك سيارة كحيانة صناعة دولة شيوعية أنتيك صح ولا لا؟ إذا ما كان فاخر بوقتها صح ما صح تعتبر أنتيك الحين. فواحد من الأشياء اللي ركزنا عليها هي التصميم، لازم يكون تصميم مريح حق العين، لازم يكون تصميم عاد أنت أستاذة بهالمجال والله. هذا يعني تبي صج هذا الفريق عندي وعلى رأسهم حرصك حرصك على الـ 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 لازم تقديم المعلومة إخراج المعلومة لازم خلال. لما تيجي تقول أنا بسوي كتاب يفتخرون فيه للشباب ولا اللي يقرونه، لازم تفكر من كل المحاور، من المعلومات لما الإخراج، لما وضع الصور بالصفحة. يعني كنا نبدل وين نبي تفتح الكتاب، لازم يكون مريح حق العين، ولازم المعلومة اللي تبيها توصل تكون بالمكان الصح. وجمل بسيطة بعد، يعني صورة وما في تفاصيل. حسيت تويتر التبسيط مال الجمل خذاني. يمكن أنا اشتغلت على التبسيط مال الجمل، كنت أبي أترجم الصورة بسطر بعبارة صغيرة، وأنا أحب أكتب شوي شوي. يعني حتى لما كنت أكتب مقالات أكتب مقالات ما قل ودل، فتبسيط الجمل هذا شغلي أنا 100% شغلي، علشان يوصل أكثر وتنحفظ المعلومة أكثر. عندي ملكة في تبسيط المعلومة ما شاء الله. فهذه بعد هم لازم تكون معلومة صغيرة، حطيت لك صورة وسرد هالكثر تحتها من يقرأها؟ بتقرأ سطر وتخطى سطر. أنا بوصل معلومة عن الصورة، فهذا اللي اشتغلنا عليه. وابدعتي في إخراج الكتاب ما شاء الله، يعني كتاب يزخر بالمعلومات. وشنو الصعوبات غير بعض، أنت قلتي في بعض الدوائر الحكومية حصلتي على الصور منهم وثائق، والمكاتب الخاصة والتأريخ. شوف بالكويت ما عندك أرشيف عام. فعلا ما عندنا أرشيف عام مقسم. الفقر في الأرشيف العام يخلي تجميع المعلومات وايد صعب. كم خذ منكم؟ كم سنة تقريبا؟ خمسة. خمسة بين البداية للنهاية مع الإخراج والطباعة، والما طولت وايد عشان كنا نحضر لطول الوقت. بس بين البداية الفكرة وبين تجميع المعلومات يعني لازم تخاطب تروح وتقعد. يعني حتى مركز الوثائق يعني تعاونه تعاون رائع، ما في مثل مركز الوثائق. ولكن عشان تاخذ المعلومة يبيلك تفتح مجلدات المجلدات أرشيف. زين أرشيف في 1000 معلومة، أنا بي 100، فلازم أنت تاخذ 1000 معلومة اللي فيها صورة ولا وثيقة. وعملية الفرز كانت أصعب طبعا. يعني كان الكتاب 250 صفحة زيادة، فأزلناهم قلت من يبي يقرأ كتاب 500 صفحة كبير وايد، فوصلنا ل 300. يعني حتى التفكير في مقاس الكتاب كم صفحة، لما يكون صغير ما يسوى، لما يكون وايد كبير خلاص فقد الأهمية. يعني ما حد لاخذ كتاب وزن كيلو كيلوين. فيعني كل هذا على مر المراجعات يتم التغيير فيه. حلو. الحين وقت الفضول، تقدم هالكتاب وهديتوه حق صاحب السمو الشيخ صباح الله يرده بالسلامه. شنو السؤال اللي سأله او شنو اللي لفت انتباهه في الكتاب؟ ودنا نعرف صراحه عنه شخصيا. التصفح طبعا صاحب السمو، والصفحه اللي فتحها كانت صورة صاحب السمو الله يطول بعمره. اي نعم، وماسك سلاحه هو مع الشيخ جابر الله يرحمه. كل واحد وهو بمكتبه وحاط السلاح متدربين توهم استعدادا كان في هجوم الصامتة، فهم كانوا متدربين ومتجهزين، وفتح الكتاب على هذه الصفحة.
على صورته. محاسن الصدف. اي نعم. وني تكلمنا ويعني سعدت كثيرا، الله يطول بعمره ويرده بالسلامه طويل العمر صاحب السمو على هذه الصوره. وشيخ انتصار عاد تعرفون هالكل يعرف لما تكون شيخ انتصار تبارك الله موجوده البهجه والسعاده يعني تعبي المكان لا اله الا الله. نعم هذه المعلومه خلتنا يعني صحيح فتره قصيره ولكن كانت مليانة فرح وسعادة وإحنا نتكلم على هذه الصورة مع صاحب السمو. المصادفة الحلوة أن كل شخص نروح له يفتح الكتاب على صورته. الشيخ نواف كذلك؟ بالضبط. والشيخ يابر المبارك سمو الشيخ يابر المبارك وحتى رئيس مجلس الأمة فتح قلت وي كأنه سحق راح يفتح صورته. أخاف ملزقين الصفحات أنت ولا شيء. أتفق. وخم خلينا الصفحة بس أول ما يبطل في ثقل. ما أدري بس كل واحد يفتح الكتاب يفتح صورته. كتاب ولا يفتح معلومة يعني سمو الشيخ ناصر محمد فتح الكتاب على يده طالب الرفاع طالب النقيب كان يقول هذا يدي وكان يكمل لنا المعلومة كان كأن الدكتور قاعد يقول لنا القصة وشنو سوى. كل واحد يفتح الكتاب على شيء يعني يا صورته يا شيء يهمه. وحلو تاخذ المعلومه من مصدرها يعني مثل لما يتكلم الشيخ عن جده مثلا يكمل لك الخبر. هذا اتوقع محتاجين كتب حق هالكتاب فعلا. الكتب تي من كل المسؤولين الكبار بالعمر مو الصغار، المسؤولين الكبار بالعمر كل واحد عنده معلومات تكمل معلومه احنا حاطينها مثلا سمو الشيخ ناصر قاعد يكملنا شلون الشيخ مبارك اللي ساعده طالب النقيب ومن الثاني قلتي طالب النقيب منو قال بعد الثاني اللي ساعده الشيخ خزعل طالب النقيب كان طالب النقيب يوقف الأسلحة تدخل عليه من العراق ولا خلنا نقول الحين السعودية هني ذاك المنطقة والشيخ خزعل كان يوقفها تي من الشمال يقول عشان ما يصير في غزو على الكويت لما كان الصراع بين الشيخ مبارك ويوسف الإبراهيم. فكان هذا كرم الكتاب ولا هذا أنا ما قريته إنزين وما ذكرته ولكن الشيخ ناصر قال كان كل واحد منهم قاضب الحدود وموقفها على يوسف الإبراهيم إنه بحكم علاقات يوسف الإبراهيم مع والي البصرة وحكم التجارة ولكن طالب النقيب هو اللي وقف يوسف الإبراهيم من حتى في الأستانة كان يوسف الإبراهيم قوي جدا فعلاً بحكم إنه ثري جدا ولا علاقات سلطة ومال ولا علاقات كان يعني عنده علاقات كان عنده علاقات كبيرة بالأستانة فكان يبي يغير الحكم في الكويت فطالب النقيب والشيخ خزعل خاصة طالب النقيب عشان بحكم علاقته مع العثمانيين هو وقف هالشيء كان حلقة وصل تقريبا بين الكويت والعثمانيين. حتى أتوقع قريت معلومة ما أدري مدى صحتها إن يمدي نغير العلم. شنو؟ علم الكويت لأن دولة مستقلة تعتبر وبنفس الوقت كرم الشيخ مبارك الدولة العثمانية كرموه أعطوه لقب وكذلك. إيه فكانت الأخبار أتوقع تجي عن طريق طالب النقيب عندك. فهذه المعلومة مثلاً هذه علمنا إياها بصباح أنا ما كنت أعرفها. فأنت عارف كل ما تقعد مع واحد يعطيك معلومة فوايد استمتعت لأن لما ودي الكتاب أتعلم شيء جديد مثل لما نقعد مع الدكتور حمد نتعلم أشياء وايد جديدة فعلاً صحيح يس خلي لها هذه المعلومة هي الكتاب المفتوح إيه وأنا انتبهت على بعض التفاصيل قاعد أشوف الوسم هني مسوينا على سدو هاي قاعد أسولف ذاك اليوم مع الشيخة رشا قاعد أقول لها هذا كوبي رايت هذا حق مؤلف يعني في نكشة هني وهذا الوسم هذه بالقصد هي مو يتشي اي مبين كيف احنا سوينها وثقتوها ودعتوه بالمكتبة كمصنف ولا لا ترى راح نزعل اذا ما سووه ولا ايداع لما الحين اي لازم يصير له ايداع الكتاب مصنف طبعا الكتاب المصنفات تكون ما نبي ندش على موضوع حقوق المؤلف عاد ما نخلص في سؤال ننتقل حق أساتذة الجمهور بدأ ذكرنا الطوابع فالطوابع نذكر في عهد الشيخ أحمد الجابر في 1/4/1923 تم توشيع الطوابع باسم الكويت صح موجودة في الكتاب يعطيك العافية مشكور عبد الله البخيت كاتب وباحث تاريخ الكويت مشكور الحقيقة سعدنا في هذا اللقاء
أننا نتمتع بأن تكون شابة من بنات الكويت ومن الأسرة الحاكمة أن تخرج لنا كده، لأنها هي حقيقة أقرب منا كلنا الباحثين في معرفة كثير من الأسرار التي وقعت وكان لها وضع في تاريخ الكويت. لكن أنا عندي بالحقيقة بعض ملاحظات بالنسبة للدكتور القحطاني، ركز على موضوع ثويني بن عبد الله، والحقيقة ثويني بن عبد الله للأسف لم يعطى حقه بمعنى الكلمة، نظرا لأن الفترة التي عاش فيها. عندما نلقي نظرة على منطقة الصبية، هناك عندنا ميناء، عندنا خور عبد الله. خور عبد الله هذا من هو؟ هو عبد الله الصباح الأول، وخور ثويني لا يبتعد عنا بمسافات قليلة. وثويني كان هذا طبعا زعيم المنتفج في تلك الحقبة من الزمن، وكانت غالبية الكتابات الأجنبية تتحدث عنه بأنه سويني، ما يقولون عنه ثويني. طبعا النطق هكذا. النقطة الثانية بالنسبة لمريم العبد الله، شقيقة جابر عيش جابر الأول. مريم العبد الله هذه اشتهرت عندنا في تاريخ الكويت، لأن الشيخ عبد الله السالم والشيخ أحمد اليابر رحمة الله عليهم، كل واحد منهم أخته اسمها مريم، إلا أن مريم السالم المبارك لما تزوجها الشيخ أحمد اليابر غير اسمها وسماها البيبي. هذيل البنتين سميوا على مريم الأولى التي هي مريم بنت عبد الله الصباح حاكم الكويت الأول. مريم هذه لها موقف تاريخي في الكويت. في معركة الرقة اشتركت مع بعض الفتيات الكويتيات، منهم لولو ومحمد بن ناجي اللي موجودة في المخطوطات القديمة في تاريخ الكويت، فكانوا يلفون على البيوتات الكويتية وينقلون منهم المؤونات، يعني الطبخ مثل ما يقولون، وينقلون حق المقاتلين في معركة الرقة التي وقعت بين فيليتشا وبين جزيرة بوبيان. هذه النقطتين أنا بودي لو كانوا السيد القحطاني ركز عليهم في المستقبل إن شاء الله. وشكرا ولا أطول عليكم. يعطيك العافية محمد. أول شيء شكرا على مداخلتك، وأبدا إحنا أنا ماني مؤرخة تاريخية، أنا أجمع التاريخ بس أنا ماني مؤرخة. لو تسألني لا أعرف أذكر التاريخ متى ولا كل الوقائع أذكرهم، فأنا ماني مؤرخة ولا أستاذ رقية مؤرخين شذي، علشان التاريخ والمراجعة التاريخية جامعة الكويت ممثلة في الدكتور حمد هي اللي تمت التأكيد على المعلومات. أما على الشيخة مريم، وين هاي هني احنا حاطين 1783 صار كويتيين على قبيلة بني كعب في معركة الرقة البحرية، ويستولون على مدافعهم التي تحشى من فوقها، ويطلق على الصباح منذ ذاك الوقت اسم إخوان مريم. إخوان مريم. بما أن ما لا لازم، بما أن ما عندنا أي وثيقة تذكر اللي أنت قاعد تقول عن الشيخة مريم، ما قدرنا نحطها. ففي معلومات كثيرة نعرفها بس ما عندي عليها أي صورة أو وثيقة، فما أقدر أقولها، ما أقدر أكتب. أنا ما أنا اللي سويته جمعت اللي موجود، أنا ما طلعت شيء من عندي. اللي طلعناه من عندنا وإحنا صورنا وحطينا اللي هو اللبس مال الجامعة، في عملة مثلا ما في صورة زينة حقها إحنا صورناها وحطيناها، إذا هي شنو بعد مثلا الصحن اللي كان يستخدم ذاك الوقت، الذهب اللي يستخدم، هذا مو ضروري أخذه من الكتاب أنا عارفته، ولكن المعلومات التاريخية إذا مو مذكورة في مرجع معتمد ما قدرنا نذكرها في الكتاب، علشان يصير فيها علامة استفهام. خلنا نقولها إذا سمحتي لي. حقيقة يجب علينا أننا نأخذ أن الأمة التي نعيش فيها في المنطقة في الجزيرة العربية هذه كلها أمة أمية، وكانت مدري أنت أو الدكتور ذكر قبل شوية أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى جدة الخامسة أو السابعة، وهذه حقيقة مسلمة. مع هذا كله عبد العزيز رشيد
عندما ابتدى هو في الواقع أول من جمع تاريخ الكويت، إذا استثنينا عثمان بن سند قبل حوالي 280 سنة. فعبد العزيز الرشيد لما جمع كتابه، كل كتابه عبارة عن نقل شفوي، لا يوجد شيء تحريري، لكن تناقلت الآباء عن الأجداد هذه المعلومات التي أنا رويتها لكم. وبالنسبة لموضوع ثويني، أنا لما كنت أقرأ في لندن بعض الكتابات التي كتبوها الإنجليز ويتكلمون عنه أنه ثويني بن عبد الله وعلاقته مع عبد الله الصباح وخور عبد الله، هذا شيء مهم جدا ويؤسس لحدود الكويت التاريخية القديمة التي كانت قبل 200 في سنة 1750، وهذا شيء جيد. أنت اللي تفضلتي فيه بأنه لا يوجد عندكم وثائق رسمية بالنسبة مريم العبد الله أو أخو مريم بالنسبة لمعركة الرقة، هذا شيء كل القدماء الكويتيين يتحدثون عنه وموجود أطراف منه في المخطوطات. شذي ذكرنا أن بعد المعركة الكويتيين صاروا أخوان مريم، زين، فحطيناها، ولكن باجي مثل المعلومات ليش مو موجودة؟ أنتوا في الحقيقة في كتابكم هذا شيء جيد، خليتونا إحنا نفتح عيوننا ونبتدي نتناقش وياكم ونصل إلى، وهذه جهود جيدة منكم أنكم تقومون فيها. شكرا. مشكور أبو محمد، مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح المسباح، كل الشكر والتقدير. أنا استلمت الكتاب حينما كان في دار الآثار التوقيع وسهرت عليه يعني كم يوم. لابد أن الكتاب يكون، أي كتاب بألف الإنسان لابد أن يضيف شيء، معلومة أو إبداعية أو فكرة جديدة. فالكتاب هذا يعني طبقت فيه هذه المعايير، أنه جمع الشتات المراجع بالعشرات، جمعها وسردها بسرد من صباح الأول. فلهذا كما قال دكتور القحطاني أنه صالح لجميع الأفراد الشعب الكويتي، الطالب، المدرسة، المعلمة، الباحث. فإذا أراد أي شخص تاريخ الكويت يمشي عن طريق الحكام، مثل حدث معركة الرقة يعرف في عهد عبد الله بن صباح، معركة الجاهرة في عهد الشيخ، فهذا الترتيب يعطي حفظ لتاريخ الكويت. أنا أظن أن الجهود الخمس سنوات اللي استمرت بتجميع الشتات هذا ليس سهلاً، خاصة عجبتني الصور والرسومات والأشياء التوضيحية هذه، تحس إن شيء مبدع. فلا هذا دائماً، أما الإضافة هذا لابد يكون فيها إبداع. فأنا أشكركم ولجروب العمل هذا يعني موفق، وإن شاء الله نتمنى بعد كتاب آخر تفكرون فيه يعني إبداعي. أنا أنصح الجميع إذا بيسافر، إذا بيطلع طلعة شاليه، إذا بيطلع مكان، يأخذ وياه هذا الكتاب، يتسلى فيه، ينسدح، يقرأ على راحته، يطلع بشيء جدا مفيد. أنا يعني قريت على مدى 5 أيام وطلعت، وأنا راجعت كتب كثيرة ودققت وغيرها، لكن هذا الكتاب شفت فيه يعني التدقيق والمراجعة والأخطاء، يعني إن شاء الله ما في أخطاء. لكن أعجبني التسلسل الزمني ومفيد لجميع أفراد الشعب الكويتي. صالح، أنا أشكركم على الجهود، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا لك، شهادة أعتز فيها كثيرا. أما عن القراءة في الشالي، فلما رحنا حق سمو الشيخ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، رحنا له قبل ما يسافر حق نيويورك بيومين، شاف الكتاب، هم كان هو يحب التاريخ فقعد يسولف وصار شذي وصار يختبرنا صار يختبرنا واحنا عارفين جاوب. بعدين كان يقول انا العاده اروح بالطياره قاعد اقرا كتاب اخذ معي، هالمره باخذ هالكتاب قاعد اقراه برحلتي. لما شفت الشيخ صباح الخالد رئيس وزير الخارجيه، كان يقول والله بالطيارة العادة يجيب لي أخوي بصباح كتاب وأنا كتاب، يبحق نفسه كتاب وأنا كتاب. هالمرة لا، أحط، قال لي عندي كتاب واحد وقعدنا اثنيناتنا نقرأ ونتخانق عليه. قال تشوفه وترد، هذا كتابي ممنوع تاخذه. فيعني ها قلت لك هذه من الأشياء اللي تخلينا، شوف احنا اثنيناتنا مستانسين ترى، وناستنا إنه صار مخامط على الكتاب مو شوية،
وزير خارجية ورئيس وزراء ويتخامطون على كتاب مليان مليان الكتاب وناسة. فلما وديت حق الشيخ صباح كان يقول لي إيه الحين أقدر أقول له عندي نسخة ما أخذ نسخته. فقعدوا بالطيار قلت 12 ساعة على ما وصلهم مستأنسين على الكتاب يقرونه. فمثل ما قلت مسلي سهل بسيط ويثري التفكير ويثري العقل في معلومات مفيدة. مشكورين مشكورين ضيوفنا الكرام على هالإصدار الكويت في 400 عام الكويت ما تو فيها كلمة ولا هي سنين. تفضل أبو محمد عشان بنختم. أنا تذكرت هالآن الدكتور أثار لنا موضوع مدينة الجهرة أو ليهرة. حقيقة كثير من الناس الدكتور الله يسلمه قال إنها كانت قديمة وموجودة منذ عهد بن علوان. الجهرة موجودة قبل بن علوان عندما كانت الكويت جزء من دولة الخوالد امتدادا من مسقط إلى حتى صفوان. كانت الجهرة موجودة في هذه الفترة والخوالد عندما وضعوا مراكز في أرض الكويت أول مركز من المراكز الرئيسية هي الصبيحية اللي سكنها بني صبيع غير الصبيع العائلة اللي موجودة في الكويت. الصبيح هذيله دواسر أما الصبيح هذيلاك خوالد. فهؤلاء عندما نقلوهم تعمدوا أن ينقلون مركز متقدم ووضعوه في منطقة ليهرة. لا ننسى أن الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه عندما كان شقيقه الشيخ عبد الله الصباح حاكم الكويت أو عزله إلى أن يتولى إدارة المنطقة البرية مالت الكويت كلها كل المنطقة. فكان مبارك الصباح أراد أن يعطي انطباع إلى أن أرض صفوان جزء من أرض الكويت. أقام مخيم هناك كبير وعزم ناصر باشا السعدون زعيم المنتفج علشان يعطي انطباع أنك أنت ترى في أرض الكويت. وتعمد أن يخفي زوجته التي جابت له ولد ثم 3 شهور ويت الخيل تبارك له وهو في هذه المنطقة. لما يباركوا له التفت على ناصر باشا كان يقول له أنت ويه مبروك إلا أسمي ولدي عليك أسمي ناصر اللي قلنا عليه ناصر ابن مبارك الصباح. ولهذا في الكويت يسمونه ناصر باشا واشتهرت له كلمة ناصر باشا. تدري يدي انت احسن مني. اي لا انا المعلومه توني ادري. اي هذا الحقيقه الشيخ ناصر باشا جدي. اي نعم اللي ام ابوي. هذه حقيقه مسلمه بالنسبه لموضوع لا مكتبه ما شاء الله عليه ابو محمد. إيه كان بالنسبه لي يعني انا كان قالوا لي ان سموه ناصر باشا علشان كان قارئ ويحب مثقف جدا. فأنت الحين عطيتني معلومة جديدة. لا هذا الحقيقة أن الشيخ مبارك الصباح بعد 3 شهور لما ولدت مرته جت الخيل تركض تبارك له ومرتبة العملية. فالتفت على ناصر باشا السعدون قال له أنت ويه مبروك إلا أسمي ولدي عليك وسمى ناصر باشا. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لموضوع ليهرة أنها من المواقع المتقدمة في عصر الخوالد قبل 500 سنة. هذا ذكر حمد الجاسر وذكر الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل العالم السعودي المشهور العجوز الآن في المملكة. فهذه أمور مسلمة وأشكركم ولا طول عليكم. مشكور ما تقصر أبو محمد يعطيك العافية. مشكور حضورنا. يلا شكرا على هالكتاب القيم الشيخ انتصار سالم علي. مشكوره تواجدك معنا الليله في امسيه كتاب الشهر. مشكوره استاذه رقيه ومشكور الدكتور احمد القحطاني. شكرا حضورنا الكريم. ابيات حق لطلال السعيد يقول انا كويتي بانتساب لي الفخر دقات قلبي تفتخر بانتسابها واضح ولا عمري تعاملت مع عدو أعشق شروق الشمس وكره غيابها لو كان غير الله بالأرض ينعبد استغفر الله يمكن أعبد إثرابها. الله يحفظ الكويت ويحفظكم. مو وطن جنة بلادي مو وطن أغلى وأحلى وطن من يشابه ديرتي ديرتي شوف الضرير وضحكة الطفل الغرير
من يشابه ديرتي. والآن مع فقرة الفولكلور الوطني، الفولكلور الشعبي، صوت ارتبط بالفرح الكويتي، الفنانة فطومة حم الطار. يلا يلا. عاشر عاشر. دامت حياة صباح، دامت حياة صباح يا بن أحمد، أوصل بخواته والوصل وصل الله عشو الله، والناس بالعيد تفرح بشوف الله، الله والناس بالعيد تفرح بشوف الله، ودامت حياته صباح يا بن أحمد. عاش الحاضرين عاشوا. أوصل بخواته والوصل وصل الله، عز الصباح الله، عز الصباح الله يا ربي عزهم. عاش الحاضرين. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. أولاً نشكر حضوركم، وأشكر طبعاً الشيخة رشا دعوتك لي، وطبعاً أبارك للشيخة انتصار سالم العلي حبيبتي، أقول ألف مبروك على هذا الكتاب، وفعلاً موسوعة كويتية راح نستفيد منها إحنا الجيل الجاي إن شاء الله. يعطيكم العافية وإن شاء الله استمتعوا وياكم بالسهرة. طبعا مناسبة إن شاء الله وصول أميرنا القائد إن شاء الله بالسلامة، تمروا على قولتهم إن شاء الله، نقول إن شاء الله توصل سالم غانم ديرتك وحق أهلك، واشتقنا لك وايد وايد. أسأل الله إن شاء الله يا ربي تفرح كويتنا بشوفتك والأمة العربية والإسلامية إن شاء الله.
ونحمد الله على سلامة الغالي. يا ليلى دانا إلا دانا يا ليلى دانا إلا دانا يا ليلى دانا إلا دانا يا ليلى دانا أولى يا ليلى دانا شوف
الله عاشوا 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 يلا هو يلا يلا هو يلا يلا هو يلا نفر الزلة يلا هو يلا ولا وش بيسوق يلا هو يلا نفر الزلة يلا يلا هو يلا يلا هو يلا يلا هو يلا نفر حسين انا عيني سهر ما تذوق المنى الله 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 ما تذوق المنى الله يا حسين انا عيني سهر ما تذوق المنى يا حسين انا عيني سهر ما تذوق المنى ويا من يلوم العين بحباب الله يا مال يا مال يا مال يا مال
وهلا بالليل فاني يا هلا عدد دقات قلبي من غياب هلا باللي بعد والشوق يا با عليم الله قلبي ما سخب بحلفك والله ما تقطع وصله والله تعال عيني ولاد وانت كعلى لا قدر والله خليتك معلى عجيز الروح بس انت مثله بحلفك والله ما تقطع وصله عيشون ايوه ورا ايوه
عاشر عاشر. والصباح ما نبي غير الصباح. يعطيها العافية الفنانة فطومة، شالت المكان شيل كنا. أنا كنت أول شيء متوتر، الحين زدت توتر مع صوت الطيران والطبل، ما قدرت أمسك نفسي. وإلى هنا نصل إلى ختام الفعالية. نشكر الحضور، أنستونا وشرفتونا، شكراً شيخ انتصار مرتين ويمكن أكثر. المرة الأولى لحضورك، المرة الثانية على إصدار هالكتاب الفريد من نوعه، وما شفت مثل عربي. هذه معلومة ما قلتها مساء. مشكورة جدا على هالإصدار الرائع اللي نفتخر فيه، وهدية جميلة من الكويت، يعني تساوي آلاف السفنيرات فعلا، لأن يعرف الكويت فعلا وشيء نفتخر فيه. ومشكورين حضورنا الكريم، وإن شاء الله تكون الأمسية عجبتكم واستمتعتوا. ووجودك أثرانا أم لولوة، أسعدتينا. ومشكورة أم سالم على هالفعالية الطيبة، مدير
مكتبة الكويت الوطنية على هالفعالية الطيبة، وإن شاء الله فعاليات قادمة كتاب الشهر وغيره من الفعاليات اللي تثرينا وتحقق المادة الدستورية اللي تقول ترعى الدولة الثقافة والفنون والأداب. نختم الليلة الأمسية، واللي يبي يحصل على هالكتاب يقدر، متوفر برا، وراح تواجد الشيخ انتصار سالم العلي للتوقيع. شكرا للحضور، وسامحونا على العفوية الزايدة. حياكم الله، هلا مرحبا.